بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لك كويزين فاتي. اليوم بإذن الله راح نديرو بريوش رخامي هايل هايل. عندي زوج حبيبات نتاع البيض، 230 غرام نتاع الحليب، 500 غرام فرينة، عندي 70 غرام سكر، 3 غرام خميرة الخبز، و 70 غرام زبدة طرية. إذا راح نديرو عجينة الخميرة اللي تتكون من مغرف صغيرة اللي تدي 3 غرام تاع الخميرة، وعندي مغرف صغيرة نتاع السكر، وعندي ربع مغارف نتاع الفرينة. 4 مغارف، 1 2 3 4، ورايحة نديرو 230 غرام تاع الحليب، او 230 ملي تاع الحليب. انا الكاس نتاعي يرفد 260 وما عمرتوش مليح، درت برك 230، تقدروا تروحوا حتى 260 غرام. اذا هنا راح نغطيها ونخليها في مكان دافئ حتى تختمر، يعني لمده 10 دقائق الى 15 دقيقه. كي اختمرت لي زدت هذاك السكر، 70 غرام تاع السكر، وزوج حبيبات نتاع البيض بدرجة حرارة المطبخ، ورايحة نزيدو مغرف صغيرة نتاع لافاني ومغرف صغيرة نتاع الملح، ورايحة ندير الفرينة. نديرها برك بالتدريجيا باسكو خفت تكون الفرينة نتاعي تشرب، مالغري يعني لا شربت لي شويه، نزيد غير شويه برك نتاع الحليب او الماء الدافئ. هنا نديها البيتخان تاع جنو، يعني لما عندكمش البيتخان تقدروا ديروها برك بيديكم. هنا بعد ما عجنتني لمده عجنت لمده 10 دقائق، ضفت لها الزبده الطريه، وراح نخليها 10 دقائق اخرى حتى تولي لي مطاطا، يعني العجينه تولي مطاطا. اذا هنا راني نعجن فيها خلاص، درك نحيها، وديرتها في مكان دافئ، وراح ندير عجينه الشيكولا، يعني عجينه الشوكولاته. هنا راح ندير بياض بيضه والصفار نخليه للدان، وندير 20 غرام تاع فرينه، نخلطوهم مليح مليح هكذا، خلطوهم دو بريفيرونس في البول باسكو لهم بعد الكاسرونه راح تستحقوها، راحت لي الكلمه. ونزيد 20 غرام تاع السكر، نخلطوهم مليح مليح هكذا. ومن بعد هنا نحيت هذيك الخلطه الاولى، درت هنايا الحليب مع الكاكاو، راح نديهم فوق النار. شوفوا هنايا بعد الحليب مع الكاكاو بعد ما درتهم فوق النار، راح نخلط هذيك الخلطه الاولى اللي درتها البياض البيض مع الفرينه والسكر، نخليه نخلطوهم كامل هكذا. شوفوا تولي لي هنايا اون بات تلصق في الكسرولة. راح نزيد يعني خارج النار فوق البلون دو طرافاي، راح نزيد لها 30 غرام تاع الزبده حتى من تتنح كامل هذيك العجينه. هنا هكذا نحيتها كامل، راح نديرها فوق البابي او بابي سيلفيريزي او اي حاجه اللي عندكم هكذا. راح نعجنها يعني نشكلها مربع يكون صغير هكذا قدن هكا، ورايحة نديها لداخل الثلاجة أو داخل الكونجيلاتور، دو بريفيرونس داخل الثلاجة برك، نحطوها ثما لمدة 15 دقيقة هكذا، نسقمها كامل ونديها لداخل الثلاجة. نسقمها كامل هكذا، راح نديها لداخل الثلاجة. اذا شوفوا العجينه نتاعي هنا بعد ما خمرت لي قعدت لي قريب يعني قريب ساعه ولا نصف ساعه باسكو الحال بارد جدا جدا. هنا راح نجبدها ونديرها يعني مستطيل، هنا رايحه نديرها على شكل كيما نديروا الميلفاي، يعني كيما نديروا لاباط، عفوا ماشي غير الميلفاي اللي نديروا بها، كيما نديروا لاباط فيتي. فوالا راح نجبد هكذا العجينه مستطيله ونديرها في الوسط، هذيك العجينه تاع الشوكولاته نديروها في الوسط. دروك تشوفوا كانني راح نديرها بالزبده، هذه العجينه تاع الشوكولاته نديروها هكذا ونغطوا عليها هكذا،
نضغط عليها كامل هكا نسودوها، يعني نديروها يعني كانني راني نخيط فيها هكذا باش ما تخرجليش. ندير شويه تاع الفرينه نعاون روحي ونجبد هكذا وندير بروميير تور، يعني الدوره الاولى ولا فوالا هكذا، يعني الصوره راهي واضحه واش راني ندير. شنو برك راني نزرب في الفيديو باش ما تملوش يعني من الفيديو. شوفوا هنايا الدوره الثانيه هكذا هنا، ونخليها ترتاح لمده 10 دقائق اخرى، يعني نخلوها ترتاح 10 دقائق هنا. خلاص بعد ما جازت 10 دقائق رايحه نشكلها. هنا نشكلها مستطيل عريض وطويل نوعا ما. شوفوا هنايا العجينه نتاع الشوكولاته راهي تبان، يعني هذا امر عادي ويعني العجينه ناجحه. شوفوا هنا كيفاش راهي تبان. هنا رايحه نلفها هكذا ونخلي شويه تاع العجينه باش هذيك العجينه اللي خليتها هي اللي نحطها داخل المول. المول بعد ما درت له ورق الطهي باش ما تلصقليش. صدقوني هذا البريوش يخرج رائع جدا جدا جدا، يعني انا ما امنتش كيفاش خرج لي. شوفوا هنايا خليته لمدة تقريبا ساعة وهو قدام يعني المدفأة بعيد شوية، ماشي سينو يطيب لكم. درت له صفار البيضة مع نسكافيه، هو اللي خرجها لي هكذا كمارون. شوفوا كيفاش طلع منا، يعني مالقري يعني طاب لي هكذا. مي معليش لازم ديروه داخل الفرن حوالي ساعة 25 دقيقة أو أكثر، نصف ساعة. وشنو برك ما تجهدوش للفرن. هنا ما لازمش نقطعوه دروكا، لازم نخلوه حتى الغدوة، يعني يبات. بعد ما بات انا جبتو ودرت له شويه تاع العسيله. ما لازمش كي يطيب هكذاك لازم تغطوه وتخلوه حتى ليله كامله. يعني شوفوا هنا نحيت له شويه تاع الزياده هذيك تاع العسيله، ودروكا راح ندير له سكر غلاس من الفوق. صدقوني خرج واحد البريوش رائع جدا جدا مذاقا، يعني ما تقدروش تامنوا المذاق نتاعو كيفاش داير. بمجرد كملته وحطيته فوق الطابله يعني صدقوني بلي كلاوه كامل. شوفوا هنايا كيفاش خرج رائع جدا جدا شكلا ومذاقا. شوفوا كيفاش خرج، يعني ما شاء الله وصفة جديدة ورائعة. هايل هايل عجبني بزاف بزاف. اذا ان شاء الله يا ربي تجربوه كما ثاني يعجبكم وتنجحوا فيه. حبيت نوري لكم الداخل كيفاش خرج، يعني كي تقطعيه كيفاش مام الخميره هذيك ما كانش كامل ريحه نتاع الخميره، يعني اونديري صدقوني اللي يشوفو يقولك باللي ماشي بريوش، يقول كيك هكذا برك. اذا ما بقالي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.